مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك ليصلكم كل جديد، وما لدي أي استفسار فرابط صفحتي أسفل الفيديو. اليوم أحبائي في الله سنقدم لكم لعبة جراند 4 الجزء الثاني، والكثير من قبل قال لي نزل عنها سلسلة، وبالطبع ستكون سلسلة عنها بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. فعلى العموم أتمنى أن تعجبكم هذه السلسلة. وقبل بداية المقطع لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك، وأيضا تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. والآن سنبدأ، فتابعونا الشرطة أحبائي في الله. كما قلت لكم سأبدأ الآن في اللعب لكم بعض الجيم بلاي. نعم، من هذا المكان لا توجد الشرطة، فهذه ليست مثل جراند سان أندرياس يعرفونك في أي مكان، فيجب عليك أن تختبئ في بعض الأمكنة لكي لا تجدك الشرطة. فكما تلاحظون فعلى العموم يجب علينا أن لا نقتل أحد. فهيا ندخل. آسف. نعم، فمن أين هو؟ ها هو أحبيب الله. نعم، ونقوم بالدخول إلى هنا أحبيب الله لنستعرض لكم بعض الجيم بلاي. المهمة الثانية أو الجزء الثاني أو المستوى الثاني سنقدمه لكم الآن. انظروا معنا أحبيب الله، وكأنما هناك عصابة وأشياء رائعة جدا. انظروا معنا إلى هذه الشخصية، يجب علي أن أعرف اسمها. حركة رائعة جدا. نعم، فكما تلاحظون فحركته الرائعة جعلته يخيفه. نعم، إنه حق. انظروا معنا إلى هذا الشخص، كان صامت، وعندما أتينا وأنقذناه صار يتكلم. فعلى العموم نعم، ننظر ماذا سيحصل. فهذا نعم، وكأنما هناك شخص ما يتصل. يبدو على أن هناك شيء من الحزن وبعض الأشياء في هذه المهمة. فهي على العموم نقوم بالتخطي وننظر ماذا سيحصل. من جديد سيعطوننا هذه السيارة الفاشلة. نعم، سأسميها السيارة الفاشلة أحبيب الله. فعلى العموم هيا نقوم بالصعود من هنا. فكما تلاحظون معنا ونقوم بالذهاب إلى هنا. انظروا معنا إلى هذه المدينة الرائعة والجميلة حقيقة، والمليئة بالناس. فبعض الأحيان تكون مليئة بالناس ويكون مثلا ستوب، ما يكون هناك أشخاص كثيرين. فعلى العموم هيا نتقدم، وعندما سيكون هناك بعض السلسلات سننزل لكم مودات وأشياء رائعة. يجب علينا، قالوا لنا اضغط على ايه. نعم، فقمنا بعمل نعم هذه المهمة. فعلى العموم نعم، يجب علينا أن نذهب بهم إلى مكان ما. فعلى العموم هيا نقوم بالذهاب. نعم، قالت لنا هاي هاوريو، يعني هل أنت بخير؟ هو يتكلم معهم، ويجب علينا أن نقوم بصياغة السيارة بشكل جيد. كما تلاحظون لدينا الضوء الأخضر، ومن هنا وهناك مود الشرطة في هذه النسخة جميل حقيقة. كما قلت لكم عندما سنعمل مهمات كثيرة حين ذاك نقوم بتركيب مودات عليها ليكون الأشياء استمتاعية، وأيضا أنتم أيضا تقومون بالاستمتاع في هذه المقاطع الخاصة بي. وأعطونا رأيكم، وأعطونا أيضا إذا أخطأت في شيء ما أعطونا رأيكم، لأن رأيكم يهمنا. فكما تلاحظون نقوم بالذهاب إلى هذا المكان، وها نحن قمنا بتوصيلهم. نعم، يبدو على أن هؤلاء الأغنياء على ما أعتقد. فعلى العموم
ماذا الآن؟ نعم، ها نحن سنتصل بصديقنا اسمه رومان، فكما تلاحظ I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit نعم، فهناك شيء ما في الخريطة يجب علينا الذهاب إليه. نعم، ما زالت المهمة لم تنتهي بعد. نعم، من هنا وها هما الشرطة. يجب علينا أن نكون حذرين حقيقة من أجل أن لا نصطدم بهم. ها هو المنزل الخاص بنا في هذا في هذه الأنحاء. نعم، قمنا بال انظروا معنا إلى هذه. ماذا تفعل؟ شخص غبي والله، هو يريد أن يقوم بالمشاجرة معنا. أتيت ووجدتني مشغول مع هذه المهمة. سندخل إلى المحل الخاص بالملابس. مرحبا. نعم، ونختار بعض الملابس حقيقة، لأن الملابس الخاصة بنا الآن فهي شبه متسخة فكما تلاحظون معي، وحتى الديزاين أو الديكور الخاص بها ليس ملائم جدا. فنضغط هنا اختار شيء ما. فماذا الآن؟ السروال، يعني يمكننا تغييره. نعم، نختاره ونشتري على هذا الشكل، ونشتري أشياء أخرى مثل التيشيرت وكما تلاحظون هناك بعض الأشياء هنا. نعم، ليست جيدة، هي نقوم بالخروج. نعم، نأتي إلى هنا ونشتري واحدة على هذا الشكل. فها نحن اشترينا بعض الملابس، فتبدو ليست رائعة كفاية، ولكن فسيكون ذلك شيء جميل جدا. نعم، قمنا بتغيير الملابس الخاصة بنا، وماذا الآن؟ نعم، سنتصل بصديقنا. نعم، يبدو على أن هذه المهمات في هذه اللعبة فيها اتصالات كثيرة جدا. نعم، هيا الآن نذهب إلى هذه المهمة الثانية فمرسومة في الخريطة. انظروا معنا إلى هذه الأشياء الرائعة. نعم، هيا هيا هيا. انظروا معنا إلى هذه السياقة بالشكل الرائع. سيارتنا صارت محطمة الآن. فعلى العموم هيا نذهب إلى نعم، وكأنما هناك شخص ما يريد أن نساعده في الخريطة أو مهمة استعجالية. فعلى العموم هيا نقوم بالذهاب من هنا على هذا الشكل. نعم، آسف آسف. فعلى العموم أحبابي في الله، على ما نعتقد لم نتجاوز هذه المستوى بشكل جيد. فهي الآن سنقوم بالذهاب إلى منزلنا لنستعرض، لنقوم بعمل سيف جارد، وفي الحلقة القادمة ننزل لكم شيء جميل وسيكون أفضل من هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة حقيقة المهمات ما زالت ليس فيها إثارة وتشويق، ليست كما حقيقة في المهمات الموجودة في لعبة جراند سان أندرياس. فعلى العموم ها هو صديقنا يتصل بنا، يعني كأن هناك مهمة في ستكون رائعة في الحلقة القادمة. هيا نقوم بالصعود إلى المنزل لنقوم بعمل سيرجار. نعم، فهيا نقوم نعم.
نعم، نأتي إلى هنا ونقوم بعمل safeguard، فكما تلاحظون. نعم، فعلى العموم أحبابي في الله، أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وإذا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وأيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. وكان هذا مقطعنا، وكان هذا شرحنا، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.